شنو الصلافة والصفاقة أن يدعو الأهالي للخروج وهم راجعين من دفنة ويقولهم طلعوا هسا؟ قلنا مثل ما تفضلت غزة على عيني وعلى راسي، إلها ناس العراق من الطول، عندك لواء بمسلحين فصيل مسلح اطلع نددوا الظاهر بي. لا مو اطلع نددوا، أنت إذا قلبك على غزة وأنت عندك فصيل مسلح أكو 100 طريقة توصل لهناك. روح لهناك، روح قاتل هناك، اترك أهل الحمدانية بجرحهم. أهل الحمدانية مجروحين، المفروض ما حد يطالبهم بأي شيء، يريد يطلع من تلقاء نفسه يطلع، بس مال إنه أنت تجي وهو تو مجروح مكلوم وطالبة بشيء آخر، لا يعني هذا مثل ما قلت لك، هذا لا يأبه بمشاعر الناس، مشاعر الناس اللي هو يدعي إنه هو مسؤول عنهم. هاي إيش نحكي عنها دكتور؟ هاي هذا نسميه قصر نظر او غباء سياسي، خلي اسموه قصر نظر. شنو قصر نظر؟ غباء سياسي لو شنو؟ هذه مرات الشخص يروح زايد يتمادى، هذا تمادي وغي. الغي هو ان تمضي بشيء وتظن انه هو انه انت على حق، ولو ما حتى هو ما يظن انه على حق ويعرف باطل، وهو يظن انه هو على حق وهو ماشي بطريق باطل. احنا يسمونها هم بالعاميه هم يسمونها يحمى. أي. هذا حمى عنده حماوه شويه زايده.